إذن المدرسة الجزائرية الجوانب الأساسية التي تتطلب الاهتمام: الجانب البيئي للمدرسة الجزائرية. لما نتكلموا على الجانب البيئي معناها انطلاقا من الشكل الهندسي، انطلاقا من البيئة التي تعطي حياة داخل المدرسة، مرورا بضرورة أن المدرسة يكون بها مسرح، يكون بها قاعة موسيقى، يكون بها مدرج للمحاضرات، يكون به مكتبة، يكون فيه يعني ملعب للرياضات المختلفة. إذن المدرسة تنطلق أو حياة المدرسة ينطلق بهذه المجالات، وعلى أساس ذلك يجب بناء منظومة تعليمية. المنظومة التعليمية يجب أن تبنى وفق معايير عالمية، انطلاقا من المدرسة الابتدائية. المدرسة الابتدائية يجب أن تبنى على مضامين ومواد مخففة، يجب أن ترتكز المنظومة التعليمية على مواد أساسية: اللغات وحساب، وباقي أو الجوانب الأخرى كلها تدرج في نشاطات لاصفية. النشاطات اللاصفية هنا تدرج النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والبيئية إلى آخره. بناء منظومة تعليمية قوية تحتاج إلى تشخيص حقيقي، تقييم حقيقي، وإشراف يعني خبراء الميدان وخبراء في المنظومات العالمية. الجانب الثالث في المدرسة الجزائرية هو منتوج التوظيف في قطاع التربية الوطنية. منتوج التوظيف في المدرسة الجزائرية يجب أن يكون انطلاقا من الأستاذ الذي يجب أن يمر من تكوين قبلي ويخضع إلى تكوين مستمر. التكوين القبلي معناها المدرسة العليا للأساتذة، وهي أساس التوظيف في قطاع في المدرسة الجزائرية. منتوج التوظيف يجب أن يكون مبني على تكوين حقيقي، ومنظومة تكوين يجب أن تكون مدروسة في المدارس والمعاهد، المدارس العليا للأساتذة والمعاهد بمنظور المدارس العليا للأساتذة.